السلام عليكم. اليوم نروح للملعب تاع الحملاوي بقسنطينة لنقف على مدى يعني تحضير نتاع الملعب هذا والمحيط لاحتضان المقابلات تاع الشام، والملفت للانتباه وال يعني المحير هي انه العمليه تاع تزيين الملعب مازال لم تبدا، ما بقاش حوالي 20 اقل من شهر، ما زالت يعني التحضيرات تاع كوضع اللافتات وكذا مازال ما بداتش في ملعب اذا قسنطينة. وهذه هي اخر الصور للارضيه تاع الميدان اللي تبدو في حاله جيده، ان شاء الله تكون الامور في احسن ما يرام، وان شاء الله الملعب هذا يعرف اشغال نتاع التغطيه تاعو في يعني الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم.